طب يا شباب، مين فينا ما اتخنقش وزهق من الاعلانات المزعجه اللي بتبقى موجوده دايما في الالعاب اللي موجوده عندك على التليفون او حتى البرامج اللي موجوده عندك؟ في العاب كل ما تعدي كده منها مرحله او حاجه تلاقي اعلان جالك، او برامج مثلا مجرد ما تفتح البرنامج تلاقي اعلان ظهرت لك في وشك كده، واحيانا كمان بيبقى فيها اعلانات خارجه. انا لقيت برنامج وجربته واستخدمته، بقالي فتره بستخدمه، يعني لقيته شغال معايا كويس جدا بصراحه، منعني كل الاعلانات عن البرامج او الالعاب المزعجه ديت. فيعني ان شاء الله يشتغل معاكم. يعني بصوا، انا عمال نجرب البرنامج، اشتغل معاك تمام، ما اشتغلش يعني انت ما خسرتش حاجه، بس ان شاء الله هيشتغل مع كل الناس باذن الله. انا على نفسي شغلته والله وشغال معايا تمام. ايه هو البرنامج ده؟ هنشوفه مع بعض في حلقه ان شاء الله. بس كالعاده لو انت مهتم ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. يلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا جماعه، كانت ربع الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بصوا يا شباب، هو اسم البرنامج طبعا اسمه لوا وايز اد بلوك في بي ان، ده شكله على البلاي ستور، هو طبعا برنامج مجانا، وهسيب لكم لينك تحمله في صندوق الوصف، او انت ممكن تخش على البلاي ستور اكتب اسمه هيظهر لك. طيب هتحمل البرنامج ده، قبل ما تحمله عايز اوريكم بس البرامج قبل ما اشغل البرنامج والاعلانات اللي بتظهر لي، وبعد ما اشغل البرنامج والاعلانات اللي هتلاقوها اختفت. طيب هنيجي مثلا انا برنامج زي البرنامج ده كده اللي هو فيديو داونلود ده، بصوا ده مثلا انا لسه مش مشغل برنامج منع الاعلانات تمام. فبصوا يا جماعه، في حسن ده اعلان حتى خارج، انا هعمل لكم طبعا بلور عليه، بس ده اعلان هو خارج ظهر معايا تمام. طيب انا هطلع بقى من البرنامج ماشي، وهجرب برضو افتحه تاني اوريكم تاني عشان تتاكدوا ان البرنامج ده دايما بيظهر اعلانات في كل مره بفتحه. انا هفتحه تاني اهوت، اهو برضو جاب لي اعلان تاني برضو خارج، انا هعمل لكم بلور عليه. طيب هنيجي بقى كده على البرنامج بتاع منع الاعلانات دوت، هنفتحه وهنقول له هنا كده اضغط على اللي هو الشكل بتاع اللي هو الاون والاوف ده او الباور ده، اضغط عليه ونستنى لحد ما يقول لي ان هو ايه كونكتد يعني. طيب هو كده خلاص قال لي ان هو كونكتد، هنطلع بقى كده ونيجي نفتح البرنامج تاني، خش على الداونلود افتح البرنامج تاني اهوت. اهو بصوا يا شباب، البرنامج اشتغل معايا تماما من غير اي اعلانات ولا حاجه خالص. طيب نقفله تاني وارجع اجربه لكم برضو عشان اوريكم ان يعني ايه مش صدفه، الموضوع شغال بجد فعلا. ادي الفيديو داونلود اهوت، نضغط نخش عليه تاني، اهو خلاص مش هيبقى فيه اعلانات. طيب نشوف بس البرنامج تاني، بس نقفل برضو برنامج الاعلانات دوت، هنقفل البرنامج تمام. نيجي مثلا نفتح برنامج زي برنامج اتش دي فيديو ده مثلا، هناخد بالنا هيظهر معانا اعلان حالا كده في المربع ده، اهو ده فعلا اللي هو شاهد ومش شاهد اهوت والكلام ده كله. طيب هنطلع اقفل يا معلم، تعالى افتح برنامج منع الاعلانات اهوت، واضغط على اللي هو الشكل بتاع الباور بتاعه لحد ما يقول لي كده اللي هو ايه كونكتد، كده خلاص اللي هو اشتغل معايا. اطلع من هنا كده، تعالى نفتح برنامج تاني اهوت، اه لو خد بالنا خلاص المربع يعني اللي هو اللي كان فيه اعلانات هنا بقى فاضي، مفيش فيه حاجه خالص. الكلام ده برضو يا شباب ينطبق على اي العاب عندكم فيها اعلانات، العاب اللي الرخم بيجي فيها اعلانات كل شويه ديت هيشيلها لك البرنامج ده، عشان بس تبقوا فاهمين. مش هيشتغل معاك مثلا حد يجي يقول لي انا اعلانات اليوتيوب، لا مش هيشيلها طبعا يعني، ولو هيشيلها مش هشرحها لكم اساسا يعني، احنا بناكل عيش من الكلام ده يعني ايه رعونه يعني. فدي اقل حاجه ممكن تقدمها لنا، طبعا الاعلانات دي احنا يعني عايشين عليها يعني. المهم فلا ده بيشيل بس الاعلانات اللي بتبقى موجوده في البرامج اللي هي الرخمه، او البرامج اللي كل ما تفتحها يجي لك اعلانات زي ما قلت كده، اعلانات خارجه او اعلانات كل شويه مقرفه يعني، او اصلا العاب اللي كل ما تعدي مرحله فيها او حاجه يجي لك بعدها اعلان اعلان اعلان، هتلاقي البرنامج ده شغال معاك ان شاء الله وتمام. انا زي ما قلت لكم البرنامج اشتغل معايا بشكل جميل جدا وشكل مناسب زي ما انتم شفتوا كده، فجربه برضك عندك ان شاء الله يشتغل معاك. وبس يا شباب، دي كانت حلقه النهارده كالعاده. لو عجبتك الحلقه واستفدت مني حاجه تخش على بلايك كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس. هو بس كده يا شباب، سلام.